الشمس شنه الشمس من مغربتنا فنها تقلد امه ليلة اسمه وشنه القاع تفتر مرة باليوم ومن الصبح بالليل تفتر ركض قضت عمرها الهار ذاك هسه على النفس ما عاد تقدر أغلى إنسان بالكون ما حب واحد يبقتها الله ما جازيها للموت أم الماكو من عدها الغالية الطيبة الحنينة السهرة تهبت علينا يا ما بحضان جغفينا إش هالحنان إش هالحنان خنقة وانفاسي جوانا بوسة تجفوف جدوانا تسافر دموعك ورانا بكل مكان متأثر الشمس بيج ويغار القمر منك أرفع راسي للغيم كل ما سولفوا عنك إي أحبك ما قلت يوم أحسها شوية مو كافي من ياطينا مخلوق حضرة حضنك الدافي أنت سلطان بزمانك ما حد يعوض مكانك ماكو بالدنيا بحنانك نلقى وين افراق وجهك والله حيرة توجع النظر الأخير الله مثل قلبك يا الأميرة نلقى وين منك يبدل حساس ما يسوى العمر دونك حبيبة روح أسميك وروح أنفد والعيون الله 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 عليك يا حبيبي بداية كبيرة مع الكبير جدا الصوت العراقي الغالي على قلوبنا أكيد أحمد الساعدي غني عن التعريف لأنه مش ما أريد أسولف عن هذا الإنسان فأني راح أقصر بحقه تحية حب واحترام لكم أحبتي مشاهدي قناة سمراء الفضائية كل الهلا بيكم اليوم حلقة مميزة أكيد اليوم اليوم بعيدا عن الشعر اليوم مع الإنشاد مع الصوت الكبير أحمد الساعدي الله حياك الله أستاذ أحمد حبيبي أستاذ كل الهلا بيك حياك الله بيك وقناتكم الموقرة الله يسلمك هذا البرنامج اللي أنا متابعه الله يحفظك وأحبه وأحب شخصيتك قبل الله يسلمك يا حبيبي إنسانيتك قبل الشعر تسلم وتعيش وأوجه تحية لمتابعينا وجمهورنا وإن شاء الله نكون حسن ظنهم والله أنت كبير وأكيد جمهورك واسع والناس طالبت بأحمد أكثر من مرة بصراحة وأنا كنت متشوق أنه في يوم من الأيام تكون ضيف على البرنامج لأنه أنت إضافة بصراحة حبيبي شرفنا والله أنت أحمد وكثير من أخوانك اللي أخذوا هذا الخط الراقي بصراحة نفتخر بكم سويتوا إضافة جميلة جدا الله اليوم عدنا بالوسط يعني اليوم حتى اللي مرات العاشق أو الانفارق أو ما يروح يسمع أغنية يجي يسمع أكيد لأحمد الساعدي علي الدلفي هالأصوات محمد الحلفي تحياتي لكم تحياتي راقين جدا والله الله يحفظك هذا النص اللي سمعته قبل شوية إلمه سيد رفعت الصافي سيد رفعت ألف تحية حبيبنا وأخونا أبو هاشم ألحان منو ألحاني ألحانك أي ما شاء الله الله يحفظك يا حبيبي الله يوفقك والله مبدع الله يسلمك مبدع بكل الله يخليك يا عمر أنت الله يسلمك الله يحفظك خلينا نروح للفويزات أي نعم خلينا نشوف شو محضري لك اليوم اليوم أريد أطول بالك علينا أحمد يلا أنا حاضر أنا متعود يلا يا حبيبي نسمع تحية حب واحترام إلى كادر برنامج ثغارد وإلى
ضيفكم الكريم المنشد أحمد الساعدي. سؤالي: هل المنشد المبدع أحمد الساعدي يتقاضى راتب سجين سياسي كونه سجن أكثر من مرة في سجون النظام السابق؟ وشكرا. هذا الموضوع يمكن ما منوع علي أنت سابقا. تمام. أنا بداية أشكرك يعني وأشكر يعني الأخوة اللي الله يسلمك اللي نوهوا على هذا الموضوع. أنا تم اعتقالي سنة 2001. 2001. أي وياي ثلاثة من أصدقائي. الأسماء اللي أذكرهم يعني واحد من أصدقائي هو أخوي وصديقي حيدر اللامي الله يحفظه إن شاء الله. كنا بذاك الوقت رايحين الكربلاء المقدسة، ويعني بديك الفترة كانت أيام شتاء وتعرف الوضع بذاك الوقت، فيقيم مجلس هناك بذاك الوقت فقرينا استذكار الإمام الحسين سلام الله عليه، فما نحس اللي اجت مجموعه وهذا اخذونا. دخلت اول سجن امن كربلاء، بعدين تسفيرات كربلاء، بعدين تسفيرات بغداد اللي هي بملعب الشعب. بعدين امن بغداد. ايش قد الوقت؟ يعني تقريبا فوق الشهر، يعني انا فوق العشرين يوم اهلي ما يدرون بيه، تعرف بذاك الوقت يعني ماكو صح لا تليفون ما تقدر توصل بعد. بس أذكر شخص اللي فضل علي بالتسفيرات اللي هو توفى الله يرحمه إن شاء الله يرحمه، واحد من أقاربي. أنا كنت بحالة ذهول يعني بذاك الوقت صح، وعمري تعرف بعدك شاب، بعدني شابي صغير، فشفته أنا واقف هذا الشخص عرفته، فصيحت علي ما أعرف شنو إجا يمي. تعرف هم هناك يعني يعاملون السجناء مو أي واحد، يعني يعاملونه يعني ما يسمع له مية مية، بس هو عرفني يعني. قلت له أنا أحمد ابن فلان ابن فلان، فهو من أقاربنا. أي تفاجئ، أخذني دخلني بغير مكان، مكان شوية أهدى شوية أنظف شوية أي ذاك الوقت. وبعدين تحولت الأمن بغداد، بس أنا أحكي لك أمن كربلاء يعني تعذبنا بها هواي، يعني حتى في وقت من الأوقات يعني واحد منهم نسى الكهرباء. الله أكبر. والله العظيم نسى الكهرباء، صحوا علي ونساها بالكهرباء بي، يعني خلونها بهذا الأصبع الأخير وبالأصبع مال القدم الأخير. أي فأنا أوجه مناشدتي للجهات المعنية أنه إحنا ما طالبين بس حقنا، يعني هسه انت ما تستلم راتب ابد، يعني فتره من الفترات. اكو ناس مو يم الموضوع بصراحه. اي والله اكو عالم يتقاضون رواتب، اكو ناس يوم واحد، ناس يوم واحد اخذوا استحقاقهم او فوق استحقاقهم اخذوا وراتب، لا زال لحد الان هم يتقاضوا راتب. طيب انت مقدم احمد او ما مقدم؟ انا بالبدايه سالت يعني واحد قال لي لا تتحرك عليها، لان باعتبار انت مو يعني يعني فوق الشهر تقريبا شهر ونص هيك شيء، فقال لي ماكو داعي لا تتعب روحك ولا هذا. اي بس يعني انا هسه من خلال قناتكم هذا البرنامج الموقر انه نتمنى من الجهات المعنيه هذا حق سجناء سياسيين انه يشوفونا. وي والله هذا اقل ما الطلبه يا احمد، لانه بصراحه جاي نشوف اكو ناس ممكن على قولتك يوم واحد انسجن. اي انا اعرف هو جاي يتقاضون راتب ويمكن حتى اخذوا مناصب بالدوله. بالضبط. تمام. فانت مناصب. من الناس اللي تستحق اضافه انه انت صوت عراقي. الله يحفظك استاذ اثير، احنا قضيتنا مشرفه يعني دخلنا بالفعل. للسجن احنا في وقتها كان يعني اللي يلقون عنده كاسيت ذاك الوقت يعني يروح بيها قلت لي صح. اي لا انا وقفت قريت يعني في ذاك الوقت قريت على الإمام الحسين سلام الله عليه، وتم اعتقالي على هذا الأساس، وذقت عذاب يعني ما مر على واحد. طيب أحمد، أنا هذا الكلام يقودني إلى تقريبا نفس السؤال. قبل فترة أنت أيضا أنه نزلت قصيدة على رئيس الوزراء السابق مع يعني أنه ما راح أذكر اسمه. أي. تمام. ما خفت؟ أنا ما مسوي قصيدة على أي رئيس وزراء حياتي كلها. كان رئيس وزراء؟ لا ما مسوي قصيدة على رئيس وزراء.
يعني مرة من المرات التقيت برئيس وزراء بداية انتخابات مو مادحة اي مو مادحة نعم لا ذامة ذامة؟ ذامة مو مادحة انت ما تمدح انت لا ما انا فاجئتني لا لا ذامة ما يعني والله ما اعرف ما اذكر يعني طيب قامت عليك دعوة قبل فترة بسبب قصيدة؟ نعم قصيدة عندي قصيدة قريتها يعني هيك هي وجدانية نعم اي اتذكر يعني وجدانية, وجدانية بس وجدانية وجدانية يعني نعم شوية بها جراءة فصارت عليه يعني لغوط وكلام وهذا الشيء بس ما كنت قاصد انا اشهد الله يعني قسما بالله انا احساسي وحبي للامام خلاني اقرا هاي القصيدة يعني بها غزل زايد ومشاعر زايدة فتعرف التناس أغلبية الناس ترى بسطاء يعني أحمد والله مو هاي قاصد أنا ها لا والله أنا ما أحب أنه أحكي لك إياها بالمباشر حتى ايه. ممكن خاف أحرجك أنا ما أريد أحرجك يا أحمد لأنه أنا لا لا قل لي أحكي لي حتى نزلت قصيدة في يوم من الأيام على السيد المالكي لا ما منزل قصيدة بحياتي كلها على السيد المالكي أبد والله هذا غيري يعني مو أنت مو أنا طيب أبد لا ذامة ولا مادحة ولا لعلاقة بي لا من بعيد ولا من قريب بعمري كله والله طيب أي. خلينا ننتقل أنا للفويزات الثانية أسرح أسمعك مقطعين واحد أي. بعد الثاني زين تمام أستاذ أحمد وراح أسألك طيب نسمع الثاني انا مرتاح قلبي بارد مقتدى نصير مرتاح عوض الراح هذا نص هذا يعني هذا نفس النص هو واحد نفسه بس مو بنفس اي مو نفس التسجيل بدايه انا هاي القصيده كنت مسجلها للعراق في وقتها طيب من اللي ظهر في البدايه ظهرت هذه للسيد مقتدى الله يحفظه لو للعراق بداية لا ظهرت مال السيد مقتدى هسه أقول لك ليش طيب في وقتها صادف ظرف ويانا رحنا زرنا السيد الله يحفظه في ذاك الوقت وإحنا راجعين بالطريق وياي الأخ علي الدلفي والأخ فاضل حسن ألف تحية اللي هو كاتب فاضل حسن تعرف إحنا من رجعنا بالطريق مطلوب من يمنا بنفس اليوم ننزل نشوده للسيد؟ للسيد هم مو طلبوا من يمنا بس احنا حبا للسيد حلو نعشق هذا الشخص يعني فرجعنا بالطريق تعرف انت تروح تلحن وتكتب وتروح توزع يراد لها فتقل شي اسبوع صح اسبوع هذا يراد لها وقت فما قدرنا هذا عندي جاهزة فالولد يعني استشارونه هذا ذاك الوقت واحنا راجعين من النجف قالوا خلينا نسجلها نغير بها مكانات ها اي قلت لهم انا مسجلها للعراق وانا مصورها قالوا وين الفرق يعني السيد هو العراق ها يعني السيد ابو هاشم يعني اثنين ما يختلفون علي هو العراق السيد مقتدى تمام اي فسجلناها غيرنا بها مكانات سجلناها للسيد الله يحفظه نزلت بذاك الوقت بعدين انا وراها فتره انا جاهزه عندي طيب انت المفروض بعد ما تنزل الثانيه احمد انت نزلت هذه خلص يعني ليش أي. هي كانت شوف خلق الله ان شاء الله هي مو انتاجي هي كانت انتاج جهه معينه القصيده فهم بعدين نزلوها ها اي نزلوها وانا اخذتها خليتها عندي بالقناه مالتي يعني أنا بالنسبة لي أشوف إنه ماكو فرق بين الاثنين. والله جميل جواب. إيه. يخلصك. إيه. أنا هذا وجهة نظر يعني. ممكن. أكيد نحترمها. الله يعزك أنا السيد والعراق هم واحد. الله إن شاء الله يحفظ العراق وأكيد يحفظ السيد ويحفظك يا حبيبي. يا أحمد. حبيب. خلينا نسمع شيء بصوتك الجميل. حاضر أنا. مشوقين. أنا من أشوفك
تجينا أشياء جميلة. تسلم وتعيش يا قلبي. الله يحفظك يا عمري. هاي للحبيب فاضل حسن. فاضل حسن تحياتنا أستاذ فاضل حسن. اللي ما يقبل يطلع يموت من الإعلام. يقول جابني الشوق على بابك واستحيت تغالب دمعاتي ما ادري ايش قد بكيت ايش قد بكيت ايش قد بكيت دمعة طاحت على اكتافي ودمعة صاحت عيب كافي دمعة طاحت على اكتافي ودمعة صاحت عيب كافي وهاي باقي دموعي فوقاها انتجيت 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 جايك مدرش يدور بالي تعبان يمك أرد وسد حالي جايك مدرش يدور بالي تعبان يمك أرد وسد حالي أرد بسط بي فوق زنودك الله وراي دخفة تحت في خدودك أرد بسط بي فوق زنودك وراي دخفة تحت في خدودك ولك لحق بي مو أنا انتهيت 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 روحي صارت بيك اريد روحي خايف التعبك ثقيل جروحي الله الله روحي صارت بيك اريد روحي خايف التعبك ثقيل جروحي انت ما تتحمل تشيل الندى العمر جو ايامك اندب حافده انت ما تتحمل تشيل الندى العمر جو ايامك اندب حافده ولو ما يسوى العمر من انحنيت 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 الله أصفق لك أصفق الفاضل والله اثنينكم كبار ألف تحية أكيد الأستاذ فاضل حسن فاضل حسن كبير من تسمع النص من فاضل حسن تحس أكو شيء غريب يختلف عن كل النصوص بصراحة فاضل عنده مزيج بين النص الوجداني والنص أكو هاي النصوص اللي, نعم. اللي مثلا قريبة على الجنوب النص الجنوبي يعني بالاثنين يبدأ مبدع هو مبدع والله مبدع وأكيد أنتم يعني أضفتوا جمال حقيقة الفاضل حسن لأنه الشاعر اليوم إذا مو للشخص اللي يستحق انه يقرا كلامه فاكيد ما راح يوصل تمام فانتم ايضا لكم فضل على فاضل حسن اكيد وتحياتنا له سولف لي شلون تتعامل مع المعجبات اليوم معجباتك ما شاء الله والله
مسببات لك مشكلة أحمد بصراحة ببيتك والله يعني؟ والله الصراحة الصراحة يعني مو مشكلة مشاكل. ها أي والله أثرا على عائلتك؟ أي أثرا على عائلتي بس حقيقة مرضة مرضة كبيرة بكل شيء يعني. ألف تحية لها طبعا. كل شيء كبيرة وواعية بس تبقى المرأة يعني حنينة وتحب تزوجها تغار عليها طبعا وتحب تحافظ عليها وتعرف أنت اليوم الدنيا ما شاء الله صح اي عبارة عن ارتكابات صحيح اي أحمد احنا نعرف أخلاقك الله يحفظك صراحة. حبيبي والله أنا بيا طبع يعني ما أقدر أزعل الجمهور يعني سواء مثلا تدخل لي بنية هي في بالها أمور أو هي مثلا متابعة محبة صح. أنا الكل أجاوبهم وأجاوبهم بصورة صحيحة وبحب وحنان واحترمهم وخليهم على راسي واحنا لولا الجمهور والمتابعين ما انه وجود ما انه وجود هذا واقع يعني انا اعرف هواي هواي من الجمهور يعني سهرون على موتنا بالفعل اي ويبكي ويتاثر يبكي اي مثلا اشياء احنا نضحك بها ضحكون ويانا يعني. صح والله يعني يتابعون ادق شيء عندنا يعني يعني ماكو مشاكل وهذا بس ان شاء الله هي اكبر يعني اكيد رساله لها ولكل اخواتنا اليوم اللي ازواجهن بصراحه انه ناس مشهوره ومعروفه بالعكس انا اشوف انه المراه تحافظ على 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 كيانها على زوجها هذه تحتفظ به ما تسلمه لقمه سهله لغيره تمام كبيرة. المفروض انه تحافظ عليه تنطي الحب تنطي الثقة بس هي لودت عليه هواي شوي ها لا إن شاء الله إن شاء الله إنه الله الله مرضى ترى لودت هواي عليه تحياتنا له وأكيد إحنا نعرف إنه محبتك إلها محبة كبيرة بصراحة يعني أجيب لبسة ها تباع لي شنو الموضوع شكو وين ها عم مثلا مقطوع قلبي أريد أروح أريد أسافر لا ماكو أحمد توافقني الرأي إنه إذا كان الكلام زايد من الحبيبة أو من الزوجة الملحة هذه الزايدة والتدخل الزايد ممكن يكسر هواي أشياء يعني من وجهة نظري يخلي أنه الرجل ممكن في بعض الأحيان يعني يبتعد يبتعد عن الزوجة عن الزوجة نعم هو هذا شيء خطأ لازم تنتبه هي دائما هي الملحة بكل مكان يعني مو حلوة مو حلوة يعني صير ملل بالموضوع هذا حتى إذا أكو مثلا بالبداية أكو توافق بين الشخصين صح زيادة اللوكلوك وال ملحه وهذا الكلام الزايد يأثر هواي يعني تروح تبحث على بديل تبقى واحنا هذا اللي نخاف منه احنا ما اريدنا احنا جاي نوصل رساله الى كل نسائنا القريبات او هي المشكله انه يعني دارسات وهذا يعني انا مرضى دارسه تفتهم اصلا مرحله بس تبقى امراه بس تبقى امراه يعني تغار على زوجها تخاف عليه اكيد من حقها وبعدين احمد انت يعني مو انسان طبيعي يعني انت انسان اليوم لك الاف من الناس اللي الله يحفظك والله احنا كل الناس احنا رجال نحبك يعني اروح لك اي حقيقه والله كيف النساء على هذا الجمال يا حبيبي الله يحفظك الله يسلمك يا حبيبي خليك يا عمر عندي ثلاث دقائق خليني اسمع شيء احمد وناخذ فاصل تأمرني أمر تسلم وتعيش يعني عندي واحده قصيده جديده قبل اسبوع او يعني نزلت كلمات احذر منه من كاتبه فاضل حسن يعني لا واحد قريب علي علي الدلفي الله يا اخي احب هذا الرجل انا والله العظيم احساسه كلماته ها ايه. احساسه عالي جدا احساسه عالي يقول متعود ابقى لوحدي من تنجرح روحي الله الدخول وما حد يشاركني الجرح إلا أنت ودموعي داويتهن ما قصرت شكراً يا أبو جروحي يلتفتهن قبل الحكي من عيوني موضوعي أنت ما خليت فرصة الكلمة لوينك الله انت خليت اهتمام بين قوسينك بعين قلبك شوفتني البيني وبينك وحطمت رقم القياسي بالوفا عينك
انت عالم بكملة والقضية الفاصلة مختلف نار انت نار والعواج تعدل والعواج تعدل ما حد مثل قلبك رزن يحمل مزاجيتي وعنادي وعصاب وغرور وقسوة اسلوبي من يوم فارقتك وانا ممروض عافيتي حارقني والحد ما صرت وجه اسود وثوبي دورت زلة بعشرتك حتى عديها ما شفت لك كلمة تجرح خاطر احجيها ذكرياتك دمرتني ذكرياتك دمرتني ومستعز بيها خاف راح تبقى بقلب غصة الموت يمحيها مالتي وكل ليلة باختصار الأمثلة مالتي وكل ليلة باختصار الأمثلة مختلف نار انت نار والعواج تعدل الله الله ألف تحية لك وال العلي أكيد نقول هذا النص نمرضة والله إيه تستاهل نقول يلا تستاهل أحب تفاصل قصير حبيت رجعنا لكم من جديد مع المنشد العزيز أحمد الساعدي حبيبي أستاذ الغالي أحمد أكيد تمر بيكم هواي مواقف أنتم المنشدين يعني والله يا ريت تسولف لي فهد موقف يعني إنه هواي مواقف وأنا عندي مواقف ويا فاضل حسن أحب أسولف لي هذا أبو الأرباع أبو الأرباع أنا واحد عدة 3 زيخانات زين يعني مليان الله مفضل عليه بس هي من توصل يمنى المهم كملت جان الطاني ظرف زين اي انا قضيت الظرف الظرف هواي سمين قلت انتهى الموضوع الحياة كلش طيبة اي بس انا قبلها يعني ملدوغ مرة بيه هيجي مواقف فشوية صرت عود نبه يعني ما اتخطى ما اعبر عنه بقيت يمه طلعت الظرف لقيت الاف على أربعة اي بس شنو 5 مشقوقة مشريصة أخذت على صفحة وبعدين مع عمامة وناس أخذت على صفحة قلت له عمي بعد غالك كانت الأودية بيش حاسب علي هو ده صافن علي ها شنو هذا نواك لا إله إلا الله وين أكو ما ينحجن تحياتي لك يا أحمد الله يسلمك والله ضحكتني الخمسة شويه بشريصة لا بشريصة من فوق شايف هاي المقطومة من فوق قلت له عمي بيش حاسب الودي أحمد خلنا نرجع يلا أرجع يلا أحمد عندك سمعت أنه حاب تدخل بمجال التمثيل أكو هيك معلومة؟ أي. أكو إن شاء الله على رمضان عمل يعني؟ عمل على رمضان مسلسل؟ إي هو عمل يعني خاص بالشهداء يجسد الشهداء من أبطالنا أبطال القوات الأمنية جيش الحرب الله يرحمهم نعم إي يعني أخذ دور وهم أدخل عندي مشاركة يعني قصيدة يعني راح تكون بطل او دور ايش يعني عابر. يعني هو راح يكون لي دور بس هو دور باختصاصي يعني ها اي فشي راح يعني بس ما اقدر نحكي يعني حاب هذا المجال اي حاب اي ضروري واحد يجرب اكثر من المجال يعني والله راقد جدا اي يعني هذا شيء مهم يعني راقد جدا أي. وانت ان شاء الله الله يوفقك يعني. بكلهن الله انا اكثر منشد خدم التيار استاذ أثير هو مثل ما قلت لك يعني هواي أكو منشدين هواي أكو منشدين قرروا للتيار بس أكو أولوية بالموضوع
وأكو تاريخ وأكو محتوى موجود اليومك هذا موجود. يعني شوف اليوتيوب بي يعني هو سوشيال ميديا بصورة عامة بنقمة وبي يعني أشياء إيجابية وأشياء سلبية. صح. أكو أشياء مثلاً يعني تبين للناس إنه أستاذ ثير. طيب أول منشد منه أنت؟ لا كتب؟ أنا يعني بالبداية أني والأخ علي الدلفي والشهيد المظلوم عامر الدلفي الله يرحمه رحمة الله عليه. أنا ثلاثة كنا موجودين الأخوة يعني هواي اللي كانوا ينفذون بس اللي موجودين بالساحة واللي نفذوا أول الناس إحنا الثلاثة. أي اللي قرأنا في وقتها تعرف اللي الأحداث اللي كانت بال 2004 2005 أي بس أكثر اللي قدم في ذلك الوقت واليومنا هذا هو أنا. طيب أحمد ميلانك إلى جهة معينة ما تحس أنه يعني يأخذ من الناس اللي تحبك يعني يبعد بعض الناس عنك مثلاً؟ أستاذ أنا اليوم الكل يعرف أن أنا اليوم مستقل. أنا اليوم أحمد الساعدي ما تابع الجهة كل يعرف يعني صار لفترة طويلة استقليت بس أني الأخوة بالتيار الصدري والتيار الصدري وعائلتي يعني أكيد أهلي وناسي وأنا ترعرعت وصرت من أنا طفل لحد هذا ما حد كبري هذا يعني أهلي وناسي ورويت وياهم وبيناتنا مشتركات بيناتنا أمور سهر ليالي واعتقالات وظروف أنا في ذلك الوقت يعني غير يعني أنا أكو اعتقال ثاني يعني في 2008 هم دخلوا على بيتي وأخذوا سيارتي ذاك الوقت سيارتي راحت يعني ما عجت بسبب كم واحد ذول اللي كانوا يخبرونه هذا إحنا ما عدنا أذية على واحد ولا مأذين أحد إحنا نقرأ يعني نقرأ للشهداء نقرأ اللي أي واحد يعني يرفع السلاح بوجه الأعداء. طيب أحمد اليوم إذا جهة من الجهات أنه نطتك مبلغ مادي جيد تقرأ لهم؟ والله أستاذ خليني أقول لك أنا عندي المبدأ مالتي فوق كل الماديات. أقول لك شغلة أنت خوش دخلت للموضوع. أنا سافرت القطر نعم وهناك بالوقتها من سافرت فلقيت الأخوة لقيت الأخ على رحامة الكابتن على رحامة حياتنا إليه نشأت أكرم أصدقائي وإخواني يعني. تحياتنا لهم أي فأنا كانت سفرتي أنا بسافر ثلاث مرات القطر السفرة الأخيرة كانت سفرتي على مود إقامة ردت أرتب إقامة أنت تعرف يعني حجم الإقامة ووضعها يعني صعب كان أي فأخذونا على شخص دخلنا يعني مكان وقعدنا وهذا فهذا الشخص مسؤول هناك على المطاعم وعلى الفنادق وعلى النوادي والأمور الليلية أي بس هو موضوع الإقامات والتفاصيل يمي أي فقعدنا وسولفنا ما أدري شلون فكابتن علي قال لي أحمد اقرأ ذني الأشياء الوجدانية اللي تسويها اللي تحب للناس قرأت له هذا الشخص يعني انبهر وحب الوضع وهذا هو متوقع أنا مطرب يعني قال أنت يا نادي تنزل بالليل أنت وين تغني أنا شلون يعني حيرة شو أسوي أنا فندست كابتن علي قلت له تلاحق لي ورتب الموضوع قال له الشيخ أحمد منشد يقرأ للقرآن يقرأ للحياة للحب للطير كل شيء عن هاي الأمور يقرأ يعني هو يعني قضية المنشد مو هواي مرة عليهم إيه فقال لي أنا أكو أشياء تصير خاصة حفلات خاصة تصير شيء بشيء أذكر أنت تفضلت بهذا الموضوع حفلات خاصة يجون بيها شيوخ وقعدة يعني خاصة قالوا تقرأ ذني الأشياء مالتك الوجدانية اللي بيهن رسالة وبيهن هدف أي قالوا حتى آلة موسيقية ماكو
تمام. انت مجرد ما الاعتماد كله على صوتك. اي قلت له انا موافق بهذا الجانب، وين المشكله يعني بي؟ ما شيء طبيعي، والاشياء اللي جاي اقراهن هنا انا اقراهن هناك. اي قال بس بشرط واحد. قلت له شنو؟ قال هو من يجي هذا الشخص يجي يريد يريح، يعني تعرف قصده، في دقيقه يريد يفرفش الوضعيه وهذا. اي يعني قال لي اكو امور يعني مثلا ما لك شغل بيها يعني. اي لا بس انا يصير قبالك انهم. ايوه قلت له لا ما اقدر يعني. يعني توقعت انه الموضوع بدون اكو اشياء جانبيه وهذا. اي فما وافقت. قال لي الساعه مالتك ب $10,000 قسما بالله. وهذا المي اللي يغسل حي وميت. صادق. والحياه فوت وموت. رفضت هالموضوع قسما بالله. 10,000 قال لي الساعه، لان هم قال دول الشيوخ اللي يجون يحبون هذه الاشياء الدافيه، الاشياء اللي باحساس. وهذا رفضت. هذا رفضت يمكن لانه الموضوع باشياء محرمه، ولكن سؤالي انه جهه يعني خلينا نقول جهه اسلاميه جهه غير اسلاميه، المهم اقرا اقرا اشياء عامه، اشياء للوطن، اشياء مثلا بيها هدف ياق، بس مال امدح او اذم ما اسويها هاي. طيب يلا احمد. يلا احمد سبب لك موقف. قلبي شاي بس راح اضم. سبب لك موقف؟ لا ما اريد. لا عنده موقف قوي. اريد اسمع شيء زين. حضر لك وحده شتويه. يلا خدفينا. يقول فاضل حسن حبيبنا واخونا تحياتنا. الشوارع بارده الما بيهن عيونك، وسوالف فاهيه الما بيهن شلونك. شوارع بارد الله عليك الما بين عيونك، وسوالف فاهية الما بين شلونك. على كل شيء يحب يبكي. مرة بيك هاي الله. الجرح مرات هم يحكي على كل شيء، على كل شيء يحب يبكي. الجرح مرات هم يحكي بنفسها عيون قاعدة ويلي يشوفونك. الشوارع باردة الما بين عيونك، نعايم للبيوت الرايدة تشيل، ودمعنا يطيح ما حاجة تساهيل. الله. نعايم نعايم خلي شوي اطلع. اي نعايم للبيوت رايدة تشيل، ودمعنا يطيح ما حاجة الساهين. يوجعنا الوطن ونشيل بالروح، يوجعنا الوطن ونشيل بالروح. للميت جرح ليل ابدا مني، قمت ما قوم انا لوحدي. هم زين الله تشف عندي، قمت
ما قومني لوحدي هم زين الله تشف عندي يا ديرة عافيتنا الآه مولونك الشوارع باردة ما بين عيونك. الله 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 يسلم صوتك يا روحي يسلم. هذا ما أعرف أخذتني من عالم إلى عالم ثاني يا أحمد. صوت بصراحة يتيه. الله يخليك يا حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أي والله. وتحياتنا الفاضل حسن. فقرة كلمة وردة. كلمة وردة. أي يمك وردة وعندك صورتين يعني. والله أنا غسان الشامي أخوي غسان حبيبي ومصطفى الربيعي ألف تحية. مصطفى برملة أخوي وحبيبي بناتي ما موت عليهم أخوتي ذولا الله يحفظهم. يعني بناتنا عشرة وزاد وملح وقعدة وطلعة وهاي السنين يعني ما تهون بس على صحيح مو؟ أنا ما أقدر أطي الواحد وردة. هاي لو عدكم أنتم لازم الواحد تطي هنا أنا يعني أنت براحتك. أي اثنيناتهم أحبهم. طيب يعني اثنينهم راح أطيهم هاي الوردة. اثنينهم أي طيب يستاهلون. يستاهلون والف تحية لأن هم كبار ويجننون. الله يحفظهم. يعني أقول حتى لو لا وأنت قاعد. أي خلص الله يحفظهم إن شاء الله وتحياتي لهم. مجالهم ما عاجبك لو عاجبك؟ والله اليوم كل من وجهة نظره وكل من وتصرف. يعني أنا أحكي عن علاقتي الأخوية بهم. نعم. علاقة قاعدة. أنا أسألك فنيا الآن. لا الفنية أنا ما أتدخل بها. اليوم كل واحد هو مسؤول عن نفسه. اي انا ما اقدر لان انا يعني من اكون حتى اضيف. ممكن يوم نشوفك مصطفى الربيعي مثلا اني لا مستحيل. قلت لك هو مقتنع بطريقه يعني اكيد طبعا هو مقتنع ومؤمن باللي يسويه بس انا ما اقدر يعني لان انا تاريخي وجذوري ووضعي يعني صار لي فوق 20 سنة بهذا المجال مو اليوم ولا البارحه جيت 20 سنة يعني وبعدنا خوش ولد ومتواضعين. والله انت خلوق طيب وايضا حتى مصطفى تحياتي مصطفى خلوق والله جدا والله العظيم. يعني قلت لك انا هم اصدقائي واخواني يعني احبهم كلش بس بعد هو كل من وقناعته يا الله يوفقهم اكيد. اي انا ما اقدر يعني التوفيق في كل المجالات. الله يسلمك استاذ. شنو السبب اليوم من تجيك معجبة يعني سافرة ما تقبل تأخذ وياها صورة مو تحرجها أحمد بصراحة يعني؟ لا ما كان اليوم يعني أنا بالنسبة لي الموضوع طبيعي يعني تقبل؟ أي أقبل. شنو المشكلة وين المشكلة يعني وهي مو هي ما لابسة حجاب فترة أي؟ هي ما لابسة حجاب يعني معناها مو زينة. طيب يعني ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة يعني. سابقا يعني أكو تحفظات كانت قبل تحفظات وهذا بس بعدين واحد اي مو اشوفها صعبه يعني إيه؟ اشوف انه انت اليوم ملك للجميع بصراحه. اي بس انا من تجيني هي يعني من اقلها ما اخذ صوره وياك راح اجرحها يعني راح اثر بيها يعني وهي جايه تحبك وتحترمك وهذا. اي مو انا هذا اللي جاي اسال عنه إيه؟ لانه فتره من الزمن انه انت ما تقبل انه تاخذ. لا 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 الموضوع طبيعي يعني وقلت لك يعني احنا اليوم ملك للناس يعني احنا اليوم اكيد. اي انت ملك للكل الكل حقهم عليك الكل أيه؟ معجبين بيك يعني بغض النظر عن اللبس فاكيد تحيه لروحك الطيبه. الله يحفظك يا حبيبي. يا حبيبي خليني اسالك فد كم سؤال بموضوع توارد. نعم تمام يا حبيبي. رغم انه انت اليوم مو ضيفنا مو شاعر ولكن اكو عندك بعض الاشياء خلينا نسولف بيها. نعم الى الظاهر. ايه الى الظاهر القالب عيد الى الظاهر هذه الحانك صح؟ لا الحان علي الدلفي. الحان علي الدلفي ايه ما ننساك يا زايد محمد السالم. ايه نفس اي نفس اللحن. انت اقدم لو محمد السالم؟ لا احنا اقدم. ها احنا اقدم. ها ايه احنا اقدم نزلناها بال طيب ليش يعني اليوم هذا والله يا استاذ خلنا اقول لك شغله يعني بصراحة أشوفها صعبة. هي صعبة يعني اليوم إنه أنت تكوب نفس اللحن وتأخذ نفس اللحن ها
واكو بيهم اكو بيهم ياخذ لحن مالتك ينسبه له يعني يكتب الحانه او يكتب اعداد. طيب شنو محمد سالم كاتب الحان منو؟ ما انتبهت بصراحه انا. انا هذه ما اعرف بها، انا اقصد لك اكو انا عندي هواي الحان مسروقه يعني عندي الحان كل شيء هواي. طيب ما اعتقد اللحن النصرة البدر هذا اللحن؟ لا لا هذا العلي الدلفي. لا محمد السالم بغنية محمد السالم مكتوب النصرة. لا لا هذا اللحن هذا العلي الدلفي بس أنا ما أعرف إنه هو كاتب النصرة أو هذا ما أعرف. لا لا عزيزي أقصد إنه من غناء محمد السالم شنو كتب بالأغنية الحان نصرة البدر؟ ما أدري هذا ما أعرف. طيب أنا أعتقد يعني اللي ببالي إنه نصرة البدر. طيب أنا وياك. أنا وياك. أنا وياك أداء والحان أحمد الساعدي. صح؟ لا هي الحان علي الدلفي. طيب ليش مكتوب الحان؟ يعني هم صار خطأ بال. يعني هسه خطأ. أي خلاص إذا أكو خطأ بالكتابة هذه حتى ما أسأل السؤالان. حتى ما أسأل السؤال إذا أكو خطأ بالكتابة يعني. يعني إنه مكتوب أداء والحان حضرتك. أي. لا يعني الشركة أو المونتير يعني في وقتها ما يدري إنه هي ألحان علي كتبها ألحاني وإحنا كنا متضايقين يعني لازم ننزل العمل. طيب وهذا المونتير صار عنده ظرف سافر ما أعرف شنو فنزل العمل على هذا الأساس. أي طيب مو أكو لحن مشابه إلا يعني أي ما هو هذا اللي هو علي سواه العلي. أي نعم صح يعني أشوف نصين بنفس اللحن. أي صح. طيب تحياتنا لك وتحياتنا العلي أكيد. يلا أحمد اشتاقينا. لو أحكي لك موقف. لا ما أريد موقف. لا لا عليك الله. يلا هذا عندي رضاوي ابني الله يحفظه وجود الله يخليه. جود 4 سنوات ورضا 6 سنوات. هسه رضا أول سنة درس دخل مدرسة. يا الله هذول أكلهم قليل أولادي. طيب أنا يعني أكلهم قليل يحبون هاي الأشياء يعني ممكن هي كل الأطفال هيجي ودائما هاي الأيبادات ما أعرف شلون فمن نعم. من تجي أمهم وتخلي الصينية يعني مثلا على الريوق يعني أضطر أطلع فلوس أنطيهم أرغبهم. بابا حبيبي تعالي كل راح أخذك للمول مثلا أو راح أسافر أخذك وياي أو نطلع أروح بشغلة أخذكم وياي. هو هاي الحكي بعيد عني ما يقبل يجي يأكل. أي بعد أنا ضجت قمت أخذت جود شلته وين خليته هنا وجبته على الصينية إجباري زي. أخو سوى رضا ركض منك صاح دير بالك دير بالك راح يريقونك. قلت له الله أكبر وين ماخذينه حلوة. دير بالك دير بالك راح يريقونك. الله يخليهم لك ان شاء الله يا رب. يعوضك يا حبيبي ويخليك لهم. الله يسلمك يا روح. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. اي تأمرنا امر. تسلم وتعيش. تسلم وتعيش. نقرا للشهداء يستحقون. اي والله. تعالوا شبينا ان شاء بقينا من المرايا نخاف الله اللي لاقينا قام يقول خطية البشر من ينعاف الحبيب الكبير رفعت الصف يقول مدى الدنيا البلياكم ورجع خذونا وياكم الله شنو معناها تبتعدون يلبي القوة جبناكم الله الله حجزونا يا
حجزونا من غبشة يمكو انفك ريجنا بمرمار قبركو الله لك ما تنسون الله ولا حد ونحبكم أكثر من أهلكم وزادت معزتكم وراها وارقامكم ما مسحناها زادت معزتكم وراها وارقامكم ما مسحناها تريد لها حجة وتخرب العين وفراقكم حر ضعمها ليش انحرمتم من الهوى حسبان نكبر سوى ببيوتكم شح الضوى تعال ليش انحرمتم من الهوى إيه حسبان نكبار سوى ببيوتكم شح الضوء تعالوا كاف غياب رحمون راح نموت لحقون تعالوا بداعة البيبان ذيك اليم عفتون الله يجيكم يوم وتشوفون عبارة مؤسفة وتبجون بها اسماءنا ومكتوب ماتوا كثر ميتان اقعدون يونس حجيكم قمصانكم زغرت عليكم الله ذم ذم ونذر لو بس تردون وجه وقف نبوس هديكم الله وجه وقف نبوس هديكم للنجف جيناكم مصاويل فتحوا قبركم يا المعازيب نجفي وهن ما ينجدون يعرفون يمكم لما ننغيب تذكرون من نقعد قبل عالسفرة يلتم الشميل يفراقكم ما ينحمل تعالوا الله مسلم صوتك الله الله الله, الله يا حبيبي الله احمد خلينا ناخذ فاصل حياتي تمام حبه فاصل قصير براجع. احبتي رجعنا لكم واخر فقره مع الحبيب حبيب السعدي اخوي الغالي نورني اليوم يا روح انت اي والله استاذ احمد حاب اسالك شنو الفرق بين الانشاد والغناء حبيبي احنا وظيفتنا كرواديد او منشدين شو تسموها سموها ايصال رساله نافعه نعم. للناس عن طريق انشوده او لطميه طيب هل لطميه والله بحث اخر اي من هذا المنطلق يعني احنا قدمنا اناشيد هواي وكل من مسيرته يعني انا مسيرتي دينيه لي اعمال دينيه هوايه نعم وبعدين المنشد يقرا لطم يعني مسموح له يقرا لطم يقرا اشياء ربانيه اشياء عن القران عن الطير عن السلام المطرب ما مسموح له يعني فهمني يعني اليوم انتم اخذتوا يمكن استحقاق زايد يعني بالموضوع الحمد يعني لله هو انحكم المطرب المسكين انحكم انه بشيء واحد اي لا المطرب انتم من حقكم انه تكونون يعني مطربين احنا اي لا مو من حقنا جاي اشوف انا بعض الامور ما ادري تقولون عليها انشاد ولكن انا اشوفها اغنيه الموسيقى بيها استاذ احمد وكل شيء بيها والكلام العاطفي بيها احنا عندنا اعمال يعني الموسيقى جميلة صراحة الموسيقى جميلة حتى لا نكون كذابين يعني نعم الموسيقى جميلة والأجمل بها
أنه توظفها بشيء أحمد صح. أطلعك من هذا السؤال؟ لا 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 خلينا الأجمل توظفها بشيء صحيح. إحنا وظفناها الحمد لله أحمد. ايه؟ أنت جميل وأنت الأجمل أستاذ صايب إذا قدرت يلا راح نخلص إحنا عذر تجيب لك مي يعني لا لا خليني أسمع من عندك أي. نص هاي للحبيب علي الدلسي ألف تحية أبو مؤمل الما جاب الوفا وما جاك عوفا وقل الله وياك لا تخسر علي كلمة حرام الله العافك وقتي اللي تريده مو قدها ثبت عيده علي من تاكل بروحك حرامات اي والله حرامات اتعلم يتحب نفسك واحرق الغيم بشمسك اخسر لي يغلط مره بهالحالة تربح صحتك ماكو وفي ما مكسور تعذب بقلبك مجبور رايد تنام ومرتاح لو رايد تعيش الدور أويلا أويلا حقك صيحة أويلا إيه ما حد يبكي مرتاح إذا مو نار جواه أنا أصحك لو يجي الليل وتحصف بيك ذكرى صبر حالك وقول باكر عقبة وانسى الله الما ميزك عن الناس وشالك تاج فوق الراس اترك بينك وبينه مسافات الما حبك مثل متريد قلبك خلي يشوفه بعيد لا تحاول تقرب له مسافات ارسم حدود لروحك وامسح بقايا جروحك نار اللي يدورون اعذار لا تسمح لها تلوحك يعوف المحنة تعبك ما حد بلاش يحبك سد باب شوقك وارتاح قفله حط القلبك متاهات متاهات لا تفوت بمتاهات لا ترجى ليدليك وهو عيون صلفات أنا بهك واخر انذار ونصيحة من قلب مات باكر وحدك تطيح وربعك كل شمات الله صفق لك انت وعلي حبيبي الله عليكم الله عليكم الله قصيدة راقية والله نص كبير جدا والأداء ولا أروع فدوة الله يحفظكم إن شاء الله فدوة أحمد بنهاية حلقتنا أريد أطلب منك طلب خارج الإنشاد يعني هذا إلي يعني تأمرني أمر رايد أسمع ولو مقطوعة أبوذية أي شيء ولكن بطور الجنوب بعيد عن الإنشاد نايم الله منين ما تريدني الله الله عليك نايم نايم وقاعد براسك كم صديق الله عم طحنا يا
طحنا وجيوب مثل طحن الرحى عندك اشكم فلس يبنوا لك مقايم عندك عندك اشكم فلس يبنوا لك مقام وقبة وعلوق ومنارة واضرحة لجن من تحتاج خيرهم يقول رحم الله من عاد الفاتحة. الله 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 الله. شكرا يا أحمد. يا حلقة كبيرة بحجم أحمد الساعدي. ممنون منك يا حبيبي. آسف على كل كلمة يمكن طلعت بدون قصد مني. بالعكس. أتمنى أنه ما تأخذ بخاطرك علي يا حبيبي. بالعكس. اليوم كنا ضيف كبير. الله يعزك. والله شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك. شكرا على هاي الاستضافة الطيبة الكريمة. الله يسلمك. شكرا لقناتكم للأخوة خلف الكواليس. تسلم يا حبيبي. كل اللي يقيمون على هذا البرنامج على نجاح إن شاء الله. نكون عند حسن الناس والجمهور ويا ربي كنا خفيفين الظل. الله يحفظك. شكرا الله لك يا حبيبي. حبيبي حبيبي استاذ. والله اذا تبقى علي انا ما تمنيت الحلقه تنتهي ولكن هذا حكم. الله يحفظك. انتظروني الاسبوع القادم وضيف جديد. في امان الله.